تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالأمن الغذائي، يواصل مجلس الشورى العمل على إعداد تقرير شامل وتفصيلي بشأن التدابير التشريعية المتعلقة بالأمن الغذائي. وللحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. مساء الخير وأستاذة دلال، وأهلا بك معنا. ما هي المرتكزات الأساسية للتقرير الذي يعكف على إعداده مجلس الشورى، وكيف ستسهم التدابير والحلول المقترحة من قبل السلطة التشريعية لضمان استدامة الأمن الغذائي في مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تفضلتي ان احنا اخذنا في مجلس الشورى بناء على ما تفضل فيه طبعا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطابه السامي فيما يتعلق في موضوع الامن الغذائي، وهو اللي نعتبره طبعا في الوقت الراهن من المسائل الهامة سواء حتى على المستوى الاقليمي والدولي. وتم تكليف اللجنة حقيقة بناء على قرار من المجلس وبمساندة معالي الرئيس علي بن صالح الصالح بأن يتم إعداد هذا التقرير متضمن كافة التدابير التشريعية المتعلقة في هذا الموضوع. نعم. واجتمعنا طبعا مع عدد من الجهات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص وأيضا الجمعيات المهنية ذات الصلة، وأخذنا بالآراء متكاملة وكذلك ما هي الأوجه التحديات اللي يواجهونها في هذا المجال. وإحنا نحب يعني أيضا نثبت شكرنا للحكومة برئاسة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لحفظه على توجيهاته بهذا التعاون أيضا مع السلطة التشريعية. وخلصنا حقيقة من مجمل هذه الأمور أن تم حصر تلك التحديات والمعوقات، وحرصنا في ذات الوقت أن نضع من خلال دراستنا ما يقابلها من حلول ومعالجة تشريعية. وتم الانتهاء إلى ضرورة أن يكون عندنا استراتيجية وطنية للأمن الغذائي مقرونة أيضا بوجود ميزانية مستجيبة للأمن الغذائي، تأمين المخزون الغذائي. أيضا ركزنا على استقطاب وتدريب الكوادر الوطنية يعني ممتهنين لهذه المهن سواء في القطاع السمكي الحيواني الزراعي، وايضا ان يكون عندنا التخصصات العلميه التي نحتاج لها فعلا في الوزارات المعنيه اللي فيها ندره لوجود كوادر وطنيه في هذا الجانب. كان لنا ايضا رغبه ان وضعنا ان يكون في هناك استحداث نظام الدراسه التعليم الاكاديمي سواء في جامعه البحرين وتشجيع الجامعات الخاصه بفتح مثل هذا النوع من الدراسات. نعم سعادة الأستاذة دلال الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.